السلام عليكم حبيبي وحبيباتي، خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. مرحبا بكم عندي، مرحبا بي عندكم في قناتي وقناتكم ابداعات وفاء. هنايا خوتي دخلت كما كتشوفوا لعند واحد مول العصافير، هو كيبيع كلشي الصراحه، كيبيع العصافير هكا، كيبيع ليكاج، كيبيع الماكله ديال الطيور، الماكله ديال القطوس، كيبيع داك الحوت الصغير اللي كيكون في الكواريوم. فدخلت عنده حيت كنت قد عنده مره كانت ندي عنده الماكله ديال القطط، فقلت لي ما لا ما نشارك مع حبابي وحبيبتي هاد المناظر الزوينه ديال الطيور. ومن بعد غادي نمشي للدار، غادي ندير معكم العشيوه ديالي. فخليكم معايا، ما تمشيو فين، ما تنساوش يلا لايك تابونا فلاشين وشي تعليق زوين. ومرحبا بكم، مرحبا وزيد القدام. بغيت نشارك معكم، راه كسكاس سخون، بغيت نشارك معكم السفه. كما كتشوفوا السفه فورتها، هذا الزبيب او ما هي اختي السفه مفوره، نقادها معكم في الطبيصه ديالي. يا بسم الله، سخونه يا البنات، سخونه، نكبها بسم الله. زيت الزبيب باش نزوق به ساعه، تخلط ليا مع الشعريه، معليش شتو الدخان ولا غير انا اللي بالي. المهم يا اختي غادي نقد معكم الصفه، شهوتي فيها ودرتها للعشاء. فيا البنات عرفتي راه شحال هادي ما درت هذا الطبق ديال الصفه مفوره، كيجي زوين يا اختي وغزال. عرفتي راه صباعي ضاريني بالسخونيه غا صبرا ولكن كتجي زوينه الا كانت سخونه بصراحه الله. ف غادي نزوقها معكم يا البنات، باقي شويه في الكسكس نجبدو، والو ما يضيع اختي، والو ما يضيع. ها انتي هي السفه ديالي هنايا، ندير هاد الطبيصير فيه باش نزين بيه يا البنات. اش فيها نحيد صافي هادي، بسلامة عليك صافي درت الدور ديالها. المهم هانتي يا اختي السكر الثقيل ياك، والقرفة، وشوية ديال الكركاع، وشوية ديال الزبيب. يا بسم الله، هاد السكر الثقيل غنخليه هكا، راه غير مجموع، ما راه ها غنفرجتو ليكم باش تشوفوها، ولكن من الأحسن لي كيكون مجموع باش ما يدوبش دغيا. بسم الله، ندير شويه هنا وشويه هنا. شتي راه هو تايدوب دغيا، هنايا غادي ندير شويه ديال الزبيب. اصلا راه كاين في الداخل ديال السفره الزبيب. المهم هنا يا اختي غادي نزين بالكوليات، وندير شويه ديال القرفه. اللي شهيتها يا خوتي تسمح ليا يا كويا البنات، اللي شهيتها سمح لي يا اختي، باقي لي غير الكركاع مازال.
وهي السفرة ديالي صافي ساليتها. ها هو الطبق ديالي ديال السفرة. قولوا لي كيفاش جاكم. انا ها سفرة عادية ماشي المهم، ولكن كتجي زوينة يا البنات. ودو ديروا معها الزبدة، ما شاركتهاش معكم من الاول تاخر. علاش؟ حيتاش كتزرب. انا حتى شي نهار ثاني ونديرها مثلا بالدجاج، ندير السفرة مدفونة ونوريها لكم كما كيفاش كنقادها من الاول حتى الاخر. دابا درت هي السفه هكا عاديه، ولكن حتى هكا كتعجبني انا من لي فان ديال السفه يا البنات ديال الشعريه. كتجي خفيفه وفي نفس الوقت راه كتشبع. ها نتوما يا البنات درت فيها القرفه والسكر الصغير وشويه ديال الكريكيعات وشويه ديال الزبيب. بصحتكم وسمحوا لي الا شهيتكم.